السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن هذا الرجل البريطاني سايمون، يبلغ من العمر 69 عاما. أمضى 30 سنة من حياتي من أجل تحويل الحديقة الخلفية لمنزلي إلى غابة ضخمة. بدأ عام 1987، ومنذ ذلك الحين نمت الغابة الخاصة به لتشمل أكثر من 100 نوع من النباتات، ووصل طول أشجار النخيل 30 متر. كل هذا في حديقة ذات مساحة صغيرة جداً.